بكل بساطة عندما تقوم أنت بيدخل المستخدم كلمة مرور، فهنا لدينا باسورد. جيد، إذا هذه هي الباسورد، لا أعرف لماذا خطي يظهر بهذه الطريقة. فعلى أي حال هذه هي الباسورد الذي أدخلها الشخص، فنحن سنقوم بعملية تحويل هذه الباسورد لسلسلة من المحارف، مثلا شيء كهذا، مثلا مثلا واحد، مثلا هكذا. فإذا الشيء سنقوم بتحويلها لهذا الشيء الذي سيكون هو تشفير كلمة المرور هذه، لكن سنشفرها بطريقة، أو بالأحرى سنقوم بهاش لها بطريقة أن إذا تم الحصول على هذا الهاش من شخص آخر، تسربت الكلمة المرور، يعني تسرب الهاش لهذه الكلمة، فمثلا هذه الكلمة هي واحد واحد واحد، وهذا هو الهاش لها، فإذا حصل على هذا الهاش لا يمكنه أن يعود للوراء. فإذا هذا هو الهاش، أن يمكنك مرة واحدة أن تقوم بتحويل هذه الكلمة مرور لشيء معين، ولكن لا يمكنك أن تستعيدها بأي طريقة كانت. الشيء الذي يحدث عندما نتأكد أن هذه الكلمة المرور هل هي صحيحة؟ كيف سنتأكد هي صحيحة إذا كان لا يمكننا الرجوع للخلف؟ فالشيء الذي يحدث فعليا هو أن المستخدم يقوم بإدخال كلمة مرور مثلا واحد واحد، وكلمة مروره بقاعدة البيانات هي واحد 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 لكنها مشفرة. فالشيء الذي يحدث أن يكون هنالك فانكشنز معينة يمكن من خلالها أن تحول هذا لهاش وتقارنه مع هذا، وثم تتأكد إذا كانت هذه الكلمة الصحيحة أم لا. لكن فعليا طريقة التأكد ليست بطريقة الرجوع للوراء، أن أستعيد واحد واحد وأتأكد من ذلك، لا. ففعليا الشخص الذي يعمل على الشخص الذي يعمل على الموقع فعليا هو لا يعرف كلمة، حتى لو دخل قاعة البيانات فهو لا يعلم ما هي كلمة الموقع، كلمة المرور الخاصة بالمستخدمين. لماذا؟ لأنها مشفرة باتجاه واحد، يعني لا يمكن الرجوع للخلف. فإذا هذه هي فكرة الهاش. هذا الشيء الذي سنقوم به، سنقوم بهاش لهذه الكلمة. بخصوص موضوع الهاش فعليا هنالك أكثر من functions للقيام بذلك، هناك أكثر من methods أو طريقة يتم استخدامها لتشفير أو هاشينج لهذه الكلمة. طبعا أنا لا أفضل استخدام كلمة تشفير. تشفير يعني encode، وencode يعني طالما هنالك encode فهنالك decode، يعني هنالك الرجوع للخلف. أما بالهاش لا يمكن الرجوع للخلف. جيد، فنحن نقول هاش تشفير، لكن فعليا ليس هاش لا يساوي انكود. فأتمنى أن هذه الموضوع، يعني هذه الفكرة واضحة. بي بي اتش بي هنالك فانكشن اسمه باسورد اندرسكور هاش، وهذا موجود ب بي اتش بي. لاحظوا بهذه النسخ ويقوم بكرييت باسورد هاش. طبعا تدخل أنت هنا كلمة المرور بهذا الشكل، وتدخل معها الطريقة التي تريد القيام بها بهذا الهاش. فهنالك عدة، هنا لاحظوا عدة خيارات، الباسورد ديفولت الذي يستخدم هذا، ولدينا هذا نفسها لكن نفس اسم هذا يعني، لكنها تستخدم شيء معين، نحن لن ندخل بهذه المواضيع. وهنا لدينا باسورد أرغون اسمه أعتقد، وهنا كذا. لكنه يقول أن إذا أردت أن تستخدم هذه الطريقة، طبعا هذه الطريقة وهذه الطريقة هي من الأفضل، هي المستخدمة حاليا بكل المواقع، هذه الطريقة وهذه الطريقة المستخدمة بالهاش للباسورد. وأيضا تعرفون أن في الوقت السابق قبل سنوات كان ووردبريس يستخدم MD5 لتشفير يعني، أو هاش يعني هاش الكلمات المرور، لكنه غيرها والآن يستخدم أرغون هذا لأنه أفضل وأكثر أمانا للهاش. فهذا الفانكشن سنستخدمه الآن الذي سيقوم بباسورد هاش، سنعطيه الباسورد وثم الطريقة، سنستخدم الباسورد ديفولت. جيد، فبداية لاحظوا أن في قاعدة بياناتنا، يعني نحن لسنا لدينا خاصية تسجيل دخول، نحن أقصد تسجيل حسابات. فبالتالي كيف سأغير هذه الباسورد؟ مبدئيا سأغيرها بشكل يدوي في قاعدة البيانات، وسأنشئ ملف تدريبي هنا في لدينا هنا، سأنشئ ملف سأسميه password help
هاش هكذا. هذا للتدريب يعني، ليس له علاقة بالمشروع. وسأفتح تاج لـ HB هكذا، واضح. وهنا سأقوم بإدخال كلمة مرور معينة، مثلا كلمة المرور التي لدينا هي 111. وعفوا ما المشكلة، نعم هكذا. والهاش باسورد التي سنستخدم فيها فانكشن اسمه باسورد هاش، الذي قرأنا عنه قبل قليل. وسندخل الباسورد، جيد. وسندخل الباسورد ديفولت، يعني الطريقة الديفولت حتى يتم فيها الهاش. يعني لاحظوا الطريقة الديفولت هي باسورد underscore default. الآن سأطبع هذا الهاش على الشاشة، فإذن echo سأكتب the hash of password لهذه الكلمة is، وثم سأضع هنا الهاشد password، وبعد ذلك سأضع فراغ بهذا الشكل فقط. فإذن هذا الملف اسمه password help hash عفوا. فإذا ذهبت لهذا الملف الذي اسمه password help hash .php، لاحظوا سيكتب الهاش لواحد واحد هو هذا. فإذن أنا سأخذه بهذا الشكل لكن بدون الكوتيشن. سأذهب للداتابيس وسأضع هنا فقط، لا شيء آخر. لاحظوا هذا هو الهاش، سأضع هنا. بالنسبة لاثنين اثنين أيضا سأكرر نفس العملية، إذن سأنسخ هذا وضع هنا. سأكتب password 2 مثلا، وهنا سنكتب 222. وهنا الهاش الثاني للباسورد الثانية، وهنا سنكتب the hash of password 2 وهنا 2. فنعد لموقعنا هو تحديث. لاحظوا هذا هو الهاش الثاني لاثنين اثنين، يمكن أن نأخذه كما هو. ننسخ، نذهب لقاعة البيانات ونغير الباسورد لعلي، نضع الهاش الخاص بها. طبعا أتمنى أنني لم أخطأ بكتابة الهاش، لأن هذا سيكلفنا وقت في المستقبل عندما نقوم بالمقارنة بالتأكد من كلمة المرور هذا. فإذن الآن تعلمنا كيفية هاش للباسورد. طبعا أنا قمت بالهاش بهذه الطريقة المانيوال يعني وهارد كودد. لماذا؟ لأن بكل بساطة مرة أخرى أقول أنا لم أقم أنا فعليا بإنشاء خاصية تسجيل حسابات أو إنشاء حسابات، لكن لو سجلت هذه الخاصية فيفترض عند إنشاء الحسابات عندما يدخل الشخص أن كلمة مروره مثلا 10 10 10، فيجب أن أقوم بهاش لهذا الباسورد وأحفظ كلمة المرور الهاش بالديتابيس، ولا أحفظ كلمة المرور التي أدخلها. لكن فعليا أنا ليس لدي هذه الخاصية حاليا، وبالتالي أنا قمت بذلك بشكل يدوي. وأيضا نحن نتدرب، بالرغم أننا نحن نتدرب، هذا الشيء نفسه تكتبه عندما تقوم بإنشاء حسابات نفسه، لا مشكلة يعني، ليس لن تكتب شيء آخر نفسه. فإذن هذا كود valid وصحيح. أغلق هذا الملف مبدئيا، وسأذهب إلى الـ API users أم لا الـ API login. إذن لنذهب لهذا الملف، وفي هذا الملف الذي يتذكر أن قمنا بكتابة to do، وهذه to do كانت هنا. أنا قلنا أن to do hash the provided password. فعليا نحن لا نريد أن نقوم بهاش لها، نحن نريد أن نقوم باستخدام شيء آخر. الشيء الذي سنستخدمه أن الآن سأقوم بمسح هذه التدو، لأنني لن أقوم بنفس الأشياء التي كتبتها أنا في وقت سابق. سأكتب التالي هنا بالريزلت، جيد. أنا هنا حصلت على اليوزرز، فطالما أنني حصلت على اليوزر فيمكن أن أحصل على الباسورد المشفرة من هذا اليوزر، فهذا طلب لقاعة البيانات. فإذا سأسترجع هذا القيد، فهذا القيد إذا حصلت على الباسورد منه سأحصل على كلمة المرور المشفرة. فإذا هنا سأكتب database password، بمعنى آخر الباسورد من الداتابيس، والتي هي ستكون اليوزر باسورد، واضح؟ طبعا هذا دعوة لا مشكلة. طب الآن أصبحت لدينا الباسورد من الداتابيس، ولدينا الباسورد من اليوزر، من هنا جاءت. فبالتالي يمكن أن نستخدم الآن function اسمه f password
underscore verify. الآن سأدخل الكلمة التي أدخلها الشخص التي هي مثلا 1111 وسأدخل كلمة المرور من الداتابيس بهذا الشكل. هذا الفانكشن يتأكد مرة أخرى بنفس الطريقة التي كتبتها هنا، أنا يقوم بأخذ الهاش الموجود لدي والكلمة المزودة ويقارن هذا بهذا، فهو ينشئ هاش لهذا ويقارن الهاش لهذه الكلمة مع الهاش الموجود ويتأكد إذا كان هذا نفس هذا فيعني صحيح، غير ذلك غير صحيح. فهذا هو الفانكشن اسمه password verify. طيب الآن إذا كان هذا الشيء صحيح، إذا عاد true سأكتب هنا login good. أوكي جيد، وسأخذ هذه الحالة أن كل شيء صحيح، هذا سأخذها من هنا وأضيفها إلى هنا، أن عفوا أضيفها إلى هنا أن اللوجن صحيح. أما بالنسبة لـ else فهنالك سأكتب أن الباسورد غير صحيحة، والباسورد غير صحيحة، password incorrect. جيد، وهنا علي أن أرسل 401 الدخول غير مصرح. هل الدخول غير مصرح؟ نقول أن الدخول غير مصرح، ما رأيكم؟ إذا كان الشخص كلمة مروره خطأ نكتب 404 401، وهنا سنكتب error. وبالنسبة للمسج هنا سنكتب أن login operation failed. بالنسبة لل error هنا سنكتب الكود 401 و لا داعي أن نكتبها هكذا. والمسج أنا فعليا سأحدد هنا حتى نستوضح عندما نختبر، سأكتب error correct incorrect password. وبالنسبة للديتا هنا ستكون بالتأكيد هي null. جيد، هذا في حالة أن الباسورد خطأ. لكن يوجد شيء أنا لم أنتبه إليه هنا في الأعلى، أن عندما نقوم بالبحث عن اليوزر، طالما الآن أصبحت كلمة المرور مشفرة فبالتأكيد الكلمة المدخلة هي ليست مشفرة أو لها هاش، وبالتالي أنا سأحذف هذا and هذا سأحذفه. فالشيء الذي سأقوم به فقط أتأكد إذا كان هذا اليوزر موجود، إذا كان الإيميل مسجل معنا، إذا كان مسجل معنا سيعيد لي اليوزر. طبعا هذا إذا كان، طبعا إذا كان غير موجود هنا فإذا else login failed، وسأكتب هنا invalid أو سأكتب مسج محددة أن the email is not registered with us، يعني لا يوجد إيميل كهذا موجود لدينا. وإذا كان إيميل موجود فسيذهب أبعد من ذلك ليأخذ كلمة المرور التي لها هاش بالداتابيس، سيتأكد هل الهاش لكلمة المرور المدخلة يساوي الداتابيس باسورد. إذا كان نعم أوكي ممتاز، إذا لم يكن نعم فنحن سنرسل أن الباسورد غير صحيح. واضح؟ فإذن هذا الشيء الذي نحن فعليا سنقوم به. فإذا هل نجرب هذا؟ هل نجربه؟ فإذا لدينا هنا هذه النقطة سأخذها وأذهب إلى هنا، لكن نحن لدينا فعليا login.php، وهنا سأكتب post وسأكتب send لعلي لنرى. فإذا file not found، نعم لأنني نسيت الـ API بالـ URL. فإذا send مرة أخرى غير موجود، لماذا؟ فإذا هنا PHP script، عفوا الـ API هنا، فإذا send نعم هذه هي، يقول النجاح موجود وأعاد لي كلمة المرور المشفرة. دعونا نجرب أشياء مختلفة، مثلا علي واحد، أو مثلا نكتب لنرى ماذا نكتب، نكتب اسم آخر مثلا أحمد، أحمد مثلا، و أحمد ليس موجود معنا بالديتابيس، فإذا login failed. لنرى ما هو الخطأ، الخطأ the email is not registered with us، فإذا صحيح. طيب ماذا لو كتبت شيء آخر؟ هنا مثلا كتبت الإيميل نورس وكلمة المرور خطأ، فإذا send طبعا مرة أخرى سيقول هنا الباسورد خطأ. واضح؟ فإذا نجحت المهمة، فإذا ممتاز نجحت المهمة، واستطعنا فعليا أن نقوم بالهاش للباسورد والكمبوزر. جيد جدا. فإذا getting started لنرى، ففعليا أنا لدي الكمبوزر، تم فعليا القيام بتثبيته يعني.
فلا أعرف بالنسبة لكم، لم أعتقد لم تثبتوه بعد، ستواجهون صعوبة بهذا النقطة، لكن لن أشرح نقطة تثبيته. فماذا سنفعل بهذه الحالة؟ هل نشرح تثبيته؟ فقط سأقول لكم وأنتم تبحثون عن الإنترنت وتتعلمون تثبيته، وبعد أن تتعلمون تثبيته تعودون للفيديو لإكماله. فقط نحن نحتاج أمر بسيط جدا منه. بخصوص الكومبوزر، هذا الشيء للذي له معرفة بجافا سكريبت، هذا الشيء مثلا مثله مثل NPM الذي هو النود باكيج مانجر. ماذا يفعل؟ بكل بساطة يمكن من خلاله أن نثبت باكيجز معينة أو library معينة أو شيء معين ونضيفه للسكريبت الخاص بنا. فيعني بدلا من مثلا أن نكتب كل شيء، تعرفون أن لا يمكننا أن نكتب كل الأكواد بأنفسنا، نحن نكتب هذا الكود بأنفسنا لكن نحتاج أشياء خارجية. فعندما نحتاج library خارجية كيف نثبتها بـ PHP؟ فهذا الكومبوزر يساعدنا على ذلك، على عملية تثبيت هذه الأشياء التي يعتمد عليها الكود الخاص بنا. فإذا هو يقول أنه يدير الأشياء التي هو مجرد أداة تدير الأشياء أو تدير الأشياء التي يعتمد عليها الكود الخاص بك، جيد؟ فبالتالي المدير، ماذا يعني المدير بالنسبة للباكيجز؟ المدير يعني يساعدك على التثبيت ويساعدك على الابديت، التحديث، جيد؟ فهذا هو الكومبوزر وهو خاص ب PHP كما اتفقنا. فأنت عليك ماذا أن تفعل؟ الوظيفة التي لديك، عليك أن تبذل بعض من الجهد وأن تتحرك وتكون نشيط وتتعلم كيفية تثبيت الكومبوزر في بنفسك. فإذا كنت تستخدم ويندوز، يعني تذهب لويندوز وترى كيف، مثلا هنا هذا على ويندوز، ترى كيف يتم التثبيت على ويندوز. يقولون أن يوجد ملف تقوم بتنزيله وتقوم بال يعني التثبيت بهذه الطريقة. أنا لا أعرفه لأنني لا أستخدم ويندوز. أما بخصوص إذا كنت تستخدم مثلا لينوكس أو ماك فكيف تثبتها؟ فيقولون بكل بساطة تقوم بكتابة هذا الأمر، ويمكن أن تثبته أيضا بشكل جلوبال عندما تنقله لمجلد اليوزر. فهذه هي قصة الكومبوزر، جيد؟ فإذا بكل بساطة لا أريد منك أن تخاف أو تشعر أن ما هذا الكومبوزر، هذا الكومبوزر فقط أداة لإدارة الباكيجز التي يعتمد عليها الكود الخاص بك. الكود الخاص بنا لا يعتمد على شيء حاليا، لكنه سيعتمد على شيء الذي سأثبته الآن. فإذا ما هو هذا الشيء؟ فبكل بساطة هذا هو مشروعنا، لاحظوا الملفات التي فيه، هذه هي كلكم تعرفونها. الآن سأستخدم الكومبوزر، الكومبوزر مرة أخرى مثبت لدي، فأنت ماذا عليك؟ أن تثبته، فهذه الخطوة لك، ثبته. بعد أن تثبته يمكنك تنفيذ الأمر التالي حسب النظام الذي تعمل عليه. فإذا الآن سأكتب كومبوزر وسأكتب هنا require اسم الباكج التي أريدها Firebase وثم slash ثم PHP ثم JWT. فإذا أتمنى كل شيء يكون سليم لنرى. فإذا فعليا تم تثبيتها. لاحظوا الآن ما الذي سيحصل، لاحظوا ما الشيء الذي حصل. أصبح لدي هنا مجلد اسمه Vendor، أصبح لدي هنا شيء اسمه Composer JSON، وأصبح فقط وكومبوزر لوك، هذه الأشياء التي فجأة ظهرت لدي هنا، جميل جدا. فما هذه الأشياء؟ طبعا إذا ذهبنا إلى كومبوزر جيسون، لاحظوا هو فقط جيسون، للذي يعرف جيسون يعني مجرد أوبجكت، وكتب هنا require واسم الباكج التي أنا قمت بتحميلها والنسخة الخاصة بها. فإذا هذه النسخة التي أنا أستخدمها حاليا هي أعتقد أحدث نسخة موجودة. هذا كومبوزر اللوك مثل قصة الذي يعرف جافا سكريبت، باكج جيسون دوت لوك نفس الشيء، فيحتوي معلومات معينة كما تلاحظون، لا يهمنا. بالنسبة لهذا البندر، فإذا بداخل هذا البندر ذهبنا إليه بندر أو بندر، لاحظوا هنالك، لاحظوا هذه الفاير بيس التي ثبتها، ولدينا هنا autoload.php الذي يحمل لنا الملفات بشكل اوتوماتيكي. فنحن فعليا مجرد ان قمنا بكتابة هذا الامر في الاعلى الذي هو compose composer require كذا، مجرد انا كتبت هذا
أصبح لدي هذه الباكج التي أحتاجها، وفقط أقوم بتضمينها بالكود من خلال require، من خلال أي شيء require once مثلا، بشكل سهل جدا. فإذا لنقوم بتضمين هذا. فإذا أين سأقوم بتضمينها؟ بالملف اللوجن. ما رأيكم ملف اللوجن صحيح؟ إذا API log. بملف اللوجن هنا بالأعلى سأكتب تعليق، سأكتب بداية include autoload autoload auto autoload أعتقد هكذا تصمم أو autoload، لا أعرف، ما رأيكم؟ ما هو اللفظ الصحيح؟ فإذا الطريقة التثبيت كانت سأكتب لكم الأمر. فإذا composer require وثم firebase وثم php dash jwt، هذا الأمر. هنا سأقوم بكتابة require once، طبعا مسار واحد للأعلى لأنني أنا بـ API login و vendor، وسأكتب فقط autoload.php. فإذا لا أنسى السيميكولون فقط لا غير. فإذا الآن مجرد أنني أذهب لهذا الموقع أقوم بلوجن، يفترض لا يوجد مشاكل، فإذا ممتاز. فإذا الآن قد تقول طيب كيف أستخدم هذا التي أنت قلتي لنا عنها؟ أنا سأخبرك كيف تستخدمها، لكن كما تعرفون أنا أفضل أن تتعلموا بأنفسكم، حتى لو أنكم تشاهدون فيديو أنا أريد أن تتعلموا بأنفسكم. فبكل بساطة سأكتب اسم هذا الباكج وأبحث عنها في الإنترنت، أبحث عن المصدر المطور. إذا هذا هو، وأنتظر حتى يتم تحميله. لا أعرف هل البث واضح؟ جيد، أعتقد الصوت واضح والبث واضح. فلنكمل قصتنا، إذا أين وصلنا؟ وصلنا هنا. فلاحظوا هذه هي طريقة التثبيت، هكذا يقول المطور، ويقول لاحظوا كيف يقول أن يجب بداية أن تستخدم هذا. فأنا أنسخ كما يقول المطور، أقوم نفس الشيء، أتبع خطواته. فبداية هنا في الأعلى سأقوم بكتابة هذا، جيد، وسأذهب للمكان الذي أريد استخدامه فيه الذي هو هنا. بعد تسجيل الدخول بنجاح فعليا، الشيء الذي أنا أريده هو generate token. فإذا أنا في قسم التوكن، هذا التوكن، فإذا هنا generate token، هذا التوكن الذي أنا أريد أن أقوم بإنتاجه. ماذا يعني توكن فعليا؟ ما هذا الشيء؟ فسأشرح عنه الآن، عن هذا الموضوع. الآن لدينا user، فإذا هذا اليوزر لديه ID، نحن نعرف الـ ID الخاص به مثلا واحد user ID، لديه إيميل وهذا موجود لدينا في قاعة البيانات، ولديه ماذا لديه؟ لديه إيميل ولديه باسورد، جيد؟ هذه المعلومات التي لدينا لهذا اليوزر. فنريد نحن أن نقوم بتسجيل دخول هذا الشخص، نؤكد أنه سجل الدخول من خلال إنتاج شيء معين. هذا الشيء المعين نريد أن نعطي فكرة عن المعلومات التي نقوم بتضمينها بهذا الشيء المعين. فمثلا نريد أن نقول أن نحن نتعامل مع user ID، نريد أن نضيف user ID، ونريد أيضا أن نضيف إيميل هذا الشخص بداخل هذه الشيء الذي نريد إنتاجه. أيضا نريد أن نقول أن هذا الشيء الذي أنتجته أنا هنا سيتم expire له، بمعنى أن بعد يوم مثلا هذا لن يكون valid، أو بعد ساعة لن يكون valid. وأيضا أريد أن أكتب أن هذا الشيء أنا أنتجته وقت الإنتاج، وقت إنتاج هذا الشيء، يعني issued at يعني وقت إنتاج هذا الشيء، وقت generate له. فهذا الشيء يمكن أن أسميه أي شيء تريد، لكن فعليا التسمية المتعارفة عليها هي توكن. فما هذا التوكن؟ بكل بساطة أنا سأضع بداخل هذا التوكن معلومات معينة أنا أريدها. أيضا سأضع مثلا معلومات مثل متى قمت بجنريت لهذا الشيء، وأيضا سأعطي معلومات متى هذا الشيء تنتهي صلاحيته، وسأقوم طبعا هذا الشيء سيكون مشفر هنا، وسأرسله من مثلا أنتجه من جهة السيرفر وأنتجه للكلاينت. فمن جهة السيرفر سيتم جنريت لهذه المعلومات، الشخص أدخل معلوماته كانت صحيحة، أريد أن أعطيه بطاقة دخول أن أنت فعليا دخلت للموقع، بطاقة الدخول ستكون هي التوكن.
ماذا يوجد على بطاقة الدخول؟ يوجد معلومات لهذا الشخص، متى تنتهي صلاحية بطاقة الدخول، ومن الشخص الذي قام فعليا بإصدار بطاقة الدخول. فيمكن أيضا أن تضيف معلومات أخرى، أنني أنا مثلا الموقع الفلاني أنتج هذه البطاقة، أو اسمي أنا أدخلت هذه أنشأت هذه البطاقة، ووقت الإنشاء. واضح؟ وترسلها للكلاينت، ترسلها للكلاينت. طبعا هذا الشيء، هذا التوكن لن يكون هكذا مفتوح للعيان و كل شيء واضح أن اي دي وايميل وكذا، لا، هذا الشيء سيكون مشفر بطريقة ما، وأنا سأضمن تشفيره وعدم يعني عدم معرفة الأشخاص بهذا التوكن. فهذا التوكن سيكون مثلا شيء كهذا، مثلا أنا أقول يعني الآن سترونه كيف سيكون شكله، وسأرسله للكلاينت. فإذا الكلاينت يمكن الآن أن يأخذ هذا التوكن ويحتفظ به، وفعليا سنقوم بحفظه بال HTTP only cookie. واضح؟ فكما اتفقنا أن نريد نحن أن نضع أشياء بهذا التوكن، فإذا هنا سأكتب create payload. البيلود يعني الأشياء التي أنا أريد أن أحملها مع هذا التوكن. فإذا بداية أنا أريد، دعونا نكتب هكذا، payload يكون عبارة عن array. فإذا بداية سنضيف الوقت الذي تم فعليا انتاج هذا التوكن. هذا الوقت يمكن ان يكون اسمه بهذا الشكل issue، يعني i at هكذا، هذا يعني issue at غير لكن اختصار. وسيكون الوقت الحالي، الوقت الحالي هو وقت اصدار هذا التوكن عفوا. المعلومة الثانية نحن نريد ان نقول متى expire هذا التوكن، فهذا التوكن سيكون expire بالوقت الحالي. طبعا دعوني اكتبها بطريقة اخرى هنا، فاكتب هنا issued at، وهنا ساكتب الوقت الحالي. بالتالي هنا سيكون لدينا وقت الاصدار هنا. بالنسبة لل expire time هو سيكون التايم الحالي زائد شيء معين، مثلا متى تريد ان يتم فعليا ان ينتهي هذا التوكن، بعد ساعة مثلا، بعد ساعة ستنتهي صلاحيته، هذه البطاقة الدخول بعد ساعة سننهيها، سنكتب هكذا. ساعة يعني 60 دقيقة ضرب 60 ثانية، هذه ساعة. جيد؟ وطبعا الآن أصبح لدينا هنا اليوزر، أخذناه من الداتابيس، يمكن أن نحصل على اليوزر آي دي أيضا من الداتابيس. فلن نكتب هنا يوزر وهنا آي دي، وبالنسبة أيضا للإيميل طبعا أيضا من الداتابيس، إذن هنا إيميل. فبالبيلود الذي لدينا سنقول أن هو ينتهي صلاحيته بإكسباير تايم، بوقت إكسباير تايم الذي حددناه بعد ساعة. نريد أيضا أن نرسل يوزر آي دي الذي سيكون هو نفسه اليوزر آي دي، وأيضا نريد أن نرسل يوزر إيميل. أكيد لن أرسل أنا كلمة المرور مع البيلود، هذه ستذهب للكلاينت، لن أرسل كلمة المرور للكلاينت. أقول client، تعرفون أقصد متصفح، يعني لا أقصد يعني الشخص، أقصد المتصفح server client. فإذن هذه هي البيلود، أصبحت جاهزة. فالآن يمكنني أن أفعل ماذا؟ يمكنني أن أقوم بإنشاء هذا التوكن. فبكل بساطة سأكتب token يساوي، سأكتب هنا generate token، فالتوكن سيكون يساوي، سأستخدم هنا JWT التي الآن حملتها من الكومبوزر، ثم سأكتب encode. طبعا هذا class، وهذا أنا أطبق method على الكلاس، وعلي أن أعطيه البيلود. سينتج الآن شيء مشفر من هذا البيلود، لكن لاحظوا أعزائي أن يجب هنا أن يكون لدي secret key، يجب أن يكون لدي key معين أنا أنتجه، أنا لم أنتجه بعد، وهنا سيتم التشفير بناء على هذه الميثود، هذه الطريقة. سأكتبها الآن HS256. فإذن هذا التوكن سيتم إنكود له مع البيلود الذي أدخلته زائد سيكريت كي، وحسب هذه الطريقة. لكن هذا السيكريت كي يا ترى كيف أجلبه؟ من أين أجلبه؟ هذا السيكريت كي أنت تنتجه بنفسك، مثلا تكتب 1111 مثلا، أي رقم أو أي شيء. لكن الطريقة الصحيحة
لإنتاج هذا الكي هو أن تنتج كي مثلا من 32 كاركتر مثلا، يمكن أن يكون 16 كاركتر، يمكن أن يكون 32، يمكن أن يكون أي شيء. بالتأكيد أنت كلما زدت طوله مثلا ربما تعطي ضغط على البرفورمانس حتى على السيرفر حتى ينتج توكن، خاصة إذا كان الموقع فيه تسجيل دخول كثير. فأنت يجب أن تكون متوازن، يعني ليس الكي الخاص بك لا يكون قصير ولا يكون طويل، شيء وسط يعني. وسننشئه، سنذهب للملف الذي أنشأناه قبل قليل password held، وهنا فعليا سننشئ secret key. سأكتب هنا generate secret key، وهذا secret key سنستخدم طريقة يعني لإنتاجه. مثلا هذه الطريقة يمكن أن تقرأوا عنها، binary to hexa، أن ننشئ من هيك يعني كود من هيكسا ونضيف random bytes، وعدد هذه البايتس الراندم مثلا 32 لإنتاج secret key. إنتاج secret key ماذا؟ مؤلف من أي 32 كاركتر هيكسا، جيد؟ فالآن the secret key is وهكذا. الآن إذا ذهبت للموقع وتحديث، لاحظوا السيكريت كي هذا، كلما طبعا بالتأكيد كلما أقوم بالتحديث سيتغير هذا الكي. هذه طريقة لإنتاج كي معين من 32 كاركتر، يمكن مرة أخرى أن يكون من 16 كاركتر، أو يعني أنت تحدد. طبعا هذا الكي أين سأقوم بوضعه؟ فيمكن أن أضعه مثلا هنا أضعه باللوجن هنا في الأعلى وأكتب أسميه secret key، أو ربما كون الآن أنا قمت بإنتاج DB config يمكن أن أضعه بالDB config، كون أيضا بالDB config وضعت الهيدر، فيمكن أن أضع هنا secret key، وهنا أكتب secret key وأضع عفوا. فإذن هذا هو secret key الذي لدي. ملاحظات عن السيكريت كي، هذا الكي يجب أن يتم حفظه بمكان آمن، هذا الكي يجب أن تقوم ب يعني عدم عرضه للناس، هذا شيء سري. وأيضا أنا الآن وضعته الآن بملف، لكن الطريقة الصحيحة لا أضعه بملف، يعني هنالك طريقة أخرى للحفاظ على هذا السيكريت كي، لأن لا يجب أن يتم وضعه بملف. وطبعا بالتأكيد مثلا إذا معلومة جانبية أيضا، إذا كانت هنالك إذا تسرب هذا الكي أنتجه مجددا، وبالتالي ستحمي نفسك وتحمي التوكنز الخاصة بك. فإذن الآن أصبح لدينا هذا التوكن، فعندما نرسل الديتا هنا لا يجب أن نرسل للشخص الذي سجل الدخول، لا يجب أن نرسل له معلومات اليوزر، يجب أن نرسل له معلومات التوكن. فبالتالي هنا أو نرسل له التوكن، فيمكن أن نرسل هنا التوكن. فإذا الآن إذا ذهبنا أين إلى هنا وقمنا بتسجيل الدخول مجددا، فإذا operation fail طبعا لأن كان مرور خاطئة، قم بتسجيل الدخول، لاحظوا سيتم generate token هنا، فإذا هذا هو التوكن، واضح؟ فإذا مجددا أقوم بسنت مجددا، لاحظوا توكن آخر، لكن هذا التوكن جنريت له مبنية على أساس السيكريت كي التي أنتجته، وأيضا مبنية على أساس المعلومات الشخص. يعني بداخل هذا التوكن إيميلي سيكون موجود، اليوزر آي دي الخاص بي سيكون موجود، أيضا سيكون موجود متى ينتهي هذا التوكن ومتى تم إنشاؤه، واضح؟ يعني سيكون بداخل هذا التوكن كل المعلومات التي وضعتها بداخل التوكن. هاي نكمل. الآن الشخص أصبح لديه توكن، كل لوجن تم إنتاج له توكن معين، لكن كيف أتأكد أن الشخص فعليا يعني موجود مسجل الدخول؟ ما زال الشخص غير واضح إذا كان مسجل الدخول أو لا. أنا تأكدت على السيرفر أنه مسجل الدخول، لكن أريد أن أحفظ هذا التسجيل الدخول. فإذا الآن لدينا save token in cookies هذا، فبالتالي أنا أحتاج اسمها ماذا سنسميها؟ رجاء قموا بتسميتها ببادئة. أنا البادئتي المشهورة LWN، أنت تختار لك بادئة، ودائما مع بادئة مميزة. فهنا user login token، لماذا يجب أن نختار ببادئة؟ لأنني كما قلت قبل قليل أن لست أنت موجود وحدك على المتصفح، هذا الشخص لديه متصفح، أكثر المواقع كل المواقع تفتح على نفس المتصفح، وكلها لديها
ماذا؟ لديها كوكيز معينة، فما بالك لو اسم الكوكيز التي أنت أدخلتها تضارب مع شيء آخر. فلذلك تأكد أن اسمك يعني تبدأ ببادئة باسم وتكون مميز بتسميتك. فإذا هنا لدينا الفاليو، الفاليو هي فعليا التوكن. وبالنسبة للإكسباير، متى نريدها إكسباير؟ فهنا يمكن أن نقول بعد يوم، بعد أسبوع، بعد سنة. إذا إكسباير ستكون تايم الحالي بلس مثلا نكتب مثلا أسبوع، الأسبوع 7 أيام، فيه 24 ساعة، كل ساعة 60 دقيقة، وكل دقيقة فيها 60 ثانية. واضح؟ سأضع هذا بأقواس. واضح؟ الآن سأقوم بكتابة هنا set cookie بهذا الشكل، التي تأخذ الاسم، اسمها بداية، ثم تأخذ قيمتها، وثم تأخذ expire، ثم تأخذ، لاحظوا name value. الآن expire أدخلناها، الباث هنا لسلاش اللي هو سلاش الموقع، يعني جذر الموقع. ولدينا هنا، لا أتذكر لماذا سنضع فراغ هنا. الآن سنتأكد وسنضع أن HTTP only secure، HTTP only true و secure true، ولا ننسى السمي كون. وحتى نتأكد من الموضوع أكثر، فسنذهب إلى موقع ال PHP ونقرأ عن اسمها هذا. فإذا هذا لاحظوا، تأخذ name، تأخذ value، expire، وهنا الباث الخاص بها، وهنا الدومين. نحن الدومين لم نضع له شيء. secure false نحن وضعناها true، و HTTP only true. لماذا هي true؟ هذا ضروري أن تكون true خاصة بالauthentication، عندما تقوم بتسجيل دخول تسجيل دخول الشخص فقط. هذه هي القصة. إذا نحن الآن أعتقد انتهينا من هذا الموضوع، فقط علينا اختباره. كيف سنختبره؟ بكل بساطة سنقوم بلوجن، سيظهر لي لوجن، سنذهب للكوكيز هنا، لاحظوا ها هي موجودة لدينا. فإذا قمت الآن بمانج ومثلا إدت، فإذا لاحظوا سأرى كل معلوماتها. متى إكسباير هذه؟ لاحظوا ب 18/10، نحن ب 11، يعني بعد أسبوع. صحيح، ممتاز، بيرفكت. وهنا المسار، هنا الدومين، هنا اسمها الكي يعني اسمها، وهنا الفاليو، وهذا الرو فاليو لهذه الكوكيز. جيد، ممتاز، رائع جدا. بالاي بي اي سننتج نقطة اسمها is logged in dot php. سنفتح تاج ال php، ودعوني أقوم بنسخ ولصق من اللوجن. إذن هذا هو اللوجن، سأنسخ منه هذه الأشياء في الأعلى وأضعها هنا، وأيضا سأنسخ الميثود هذا. دعوني أنسخ كل شيء، ما رأيكم؟ حتى نسخت كل شيء من اللوجن، لكن فعليا هنا لا أريد شيء هنا. وبالنسبة للميثود التي is logged in سأجعلها get، بالتالي هنا سأكتب get. وإذا لم تكن الميثود get فسيعطي خطأ أن الميثود غير مستخدمة، وهنا only get request for this point. فإذن الآن لو ذهبت لي هنا وكتبت بدلا من login وكتبت is logged in، أعتقد هكذا اسمها، سيقول لي method غير صحيحة لأنه فقط يقبل get. وإذا ذهبت لي get، جيد، لم يتم إعادة أي response، لأن بالفعل لم أقم بإعادة أي response. إذن الآن سأعيد ذلك. طيب الآن إذا أردت أن أتأكد أن فعلياً الشخص مسجل الدخول أم لا، ما الشيء الذي سأفعله؟ فأنا بكل بساطة سأرى هنا، سأرى هل يوجد شيء، هل يوجد قيم هنا؟ إذا كانت توجد قيمة معينة هنا، فهذا يعني أنه مسجل الدخول، أو له قيمة معينة، له توكن معين. فبالتالي هنا سأكتب if، أكتب هنا check if exists. فهنا سأكتب is set، ومن الجلوبال فاريبل كوكي بهذا الشكل سأكتب اسمها. شو ما هو اسمها؟ LWN user login token، هكذا اسمها، نتأكد من اسمها. نعم هذه هي LWN. إذا ها هي، إذا كانت هي فعليا موجودة، هذا جيد. أوكي it exists، انتهينا.
إذا لم تكن هي موجودة فعليا، فنحن نريد أن نرسل response معينة، وهذه الresponse سنقول فيها أن الشخص لم يسجل الدخول لأن لم يتم حفظ أي شيء به، لم يتم حفظ أي شيء فيها، وبالتالي هنا سنرسل HTTP response code الذي سيكون 401، ونحن اتفقنا أن 401 يعني not authorized، وسنكتب هنا JSON encode، و ال status هي error. دعوني أنسخ من هنا، سأنسخ هذا. والمسج ماذا ستكون المسج؟ مثلا not logged in، بالتأكيد لا يوجد data، الخطأ 401، والمسج هنا مرة أخرى سأكتب user is not logged in. runtime فقط. إذا كان غير موجود هذا فيجب أن يعيد هذا. فحاليا لو أنا قمت مثلا بذهاب إلى هنا manage وقمت بالحذف و delete all مثلا، click to confirm، okay delete، ومرة أخرى لا يوجد، وبالتالي لو ذهبت is logged in ولاحظوا سيقول لي لا غير مسجل الدخول. لماذا؟ لأن لا يوجد له token موجودة. فإذا الآن وصلنا لنقطة جيدة، أن إذا لم يكن موجود تعاملنا معه، لكن ماذا لو كان موجود؟ لو كان فعلا موجود فهذا التوكن هو عبارة عن قيمة الشيء، قيمة هذا، بالتالي سأضعها هنا. والآن يمكن أن أفك تشفير هذا الشيء باستخدام JWT واستخدام الميثود اسمها decode، وأنا فعليا لاحظوا سأقوم بإدخال هذا JWT، أو ربما تقول توكن، يعني هو تم إنتاجه بـ JWT، فنقول JWT يعني JSON Web Token، وهنا نكتب توكن، وهنا سنكتب بهذه الطريقة، سنكتب نيو كي، لأن فعليا هذه طريقة من JWT، وسنضيف السيكريت كي الذي أنتجناه وقت سابق وأضفناه للداتابيس كونفيج، ومن هنا سنكتب الميثود التي تعاملنا بالتشفير فيها التي هي HS256 وفقط. فإذا أصبح الآن لدينا هذا decoded string. فإذا الآن يمكن أن أنسخ هذا وأضعها هنا. فإذا هنا سأكتب 200، أوكي كل شيء تمام. سأكتب الحالة، ممتاز. وسأكتب هنا user is logged in. الداتا يمكن أن أرسل الديكودد داتا، وبالنسبة للإيرور لا يوجد إيرور، ف 1، فإذا الإيرور هو null بهذه الطريقة. سنجربها ثم سأعطي ملاحظات. فبداية الآن هو غير مسجل الدخول، الآن علي أن أسجل الدخول، فسأذهب لنقطة تسجيل الدخول التي هي log in. تذكروا أن هذه هي method post، وهذه هي المعلومات، لم يذهب إليها، لماذا؟ بكل تأكيد لأني كتبت خطأ. فإذا ها هي، فإذا هذا الجيسون ويب توكن. الآن سأذهب لنقطة من هنا is logged in dot php، لكن هذا هي get والsend. فإذا لاحظوا تم النجاح، لاحظوا نجاح اليوزر مسجل الدخول، الايدي له 1، هذا هو الايميل نورس، وبالفعل أنا سجلت كنورس، والتاريخ الاكسباير وتاريخ الإنشاء ها هو بهذا السترينج يعني بالأرقام، ولا يوجد خطأ، ممتاز، واضح؟ إذن الآن سنذهب إلى API Logout، سننتج نقطة Logout. بهذه النقطة يجب أن يتم فيها ماذا؟ يجب أن يتم فيها تسجيل خروج الشخص. بكل بساطة سأذهب إلى أيضاً API Login وأقوم بأخذ البادئة من هنا بهذا الشكل، أو أنسخ كل شيء والآن سأحذفه، لكن لتسهيل علي الأمور. فإذا أنا الآن باللوج أوت، فأنا أريد فعليا، لاحظوا أنا لا أحتاج الفاليديتر وهذا باللوج أوت، بالتالي سأحذفه، هذا سأحتاجها فعليا. بالنسبة للميثود التي سنتعامل معها هي بوست، وسنكتب أن هنا only post request for log out. ربما تسأل لماذا بوست، لماذا ليس get، لماذا لا نقوم بتسجيل الخروج من خلال get. لا مشكلة، لا مشكلة، يمكن أن تستخدم get، لكن post بالنسبة لي تبدو أفضل من get، خاصة أن الآن لا يوجد سبب، على فكرة لا يوجد سبب، لكن أفضل استخدام post أنا في هذه الحالة. نحن لن يتم تزويدنا بأي شيء باللوج أوت، فقط سنرى أين هي الكوكيز ونقوم بحذفها. ف
فهنا سنكتب check if the user logged in. فهنا سنكتب مرة أخرى if is set الكوكي هنا لدينا اسمها LWN user login token. مباشرة إذا كانت موجودة يعني هو ماذا logged in. فالعمل الذي يجب أن يكون delete cookies. لكن إذا هو غير إذا هو عفوا إذا هذا غير موجودة يعني هو أصلا غير مسجل الدخول not logged in أو logged out already. دعونا نكتب هكذا logged out already. ففقط نريد أن نرسل هنا في حالة أنه في حالة هذه الكوكيز غير موجودة سأنسخ هذا وأضعها هنا. فسأرسل 200 أيضا لأنه هو فعلا مسجل الخروج. وهنا نجاح وهنا سنكتب log out أو log out operation completed بالنسبة للديتا نال وبالنسبة للإيرور نال. جيد. فهذا سأجربه لاحقا. لكن بخصوص موضوع أن إذا كانت موجودة فهو فعليا إذا كانت موجودة فهو يوجد لدينا هذا يجب أن نحذفها. فسنكتب هنا set cookie بهذا الشكل اسمها LWN user login token. سنجعل قيمتها فارغة بالتالي سنحذف التوكن. وهنا بالتايم سنقوم من الوقت الحالي مثلا سنأخذ من الوقت الحالي سنقوم مثلا بأخذ مثلا ساعة وبالتالي هو هذا سيكون expire قبل ساعة. وهذا الشيء فعليا يتم على السلاش على الجذر هذا الموقع أو جذر هذا الدومين. طبعا بعد الانتهاء من ذلك سنقوم فعليا نحن بإرسال أيضا أن logged out وسنكتب نفسها. ويمكن هنا أن نكتب log out الثانية نكتب already logged out مثلا. هذا فقط لنا يعني أنت تقوم بكستمايز لهذه المسج بنفسك حتى تكون أكثر احترافية أو يعني more professional. فإذا هنا مرة أخرى إذا كانت هنالك هذه موجودة فنحن فقط سنضيف الإكسباير سنقوم بحذف الفاليو منها وسنقوم بجعلها إكسباير بطريقة كيف إكسباير بتنقيص من الوقت الحالي مثلا ساعة ساعتين وهكذا ستكون إكسباير. جيد. فإذن الآن دعونا نجرب هذه الشيء. فإذا الآن اليوزر هل هو مسجل الدخول؟ نعم. فإذا الآن سأذهب لاحظوا سأذهب هنا لكتابة logout.php والميثود هي post وsend. فإذا لاحظوا logout operation completed وذهبت إلى هنا لاحظوا deleted. فإذا قمت الذهاب هنا لاحظوا سيقول أن هذه deleted واكسباير 1970. فأنا نجحت بهذه العملية وبالتالي اليوزر إذا قمت بالسؤال دعونا مرة أخرى أن نكتب logout ما الذي سيأتينا؟ سيقول already logged out. جيد لأنها غير موجودة. هنا أيضا إذا ذهبت إلى is logged in والميثود get فما الشيء الذي سيحصل لدينا؟ سيقول لنا not logged in.